السلام البنات، صباح الخير. ان شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم كامله مهنيين وبصحه جيده يا ربي. اليوم عندنا وصفه تاع البراج. انا هنايا شريت هذو تاع النوع هذا تاع التمر اللي يكون يعني حبات كاملين، اللي يتباع هكا في ديسو كما راكم تشوفوا. فوالا يعني هذا يجيب بنين اكثر من اللي يتباع في لي بواط هذوك كامل. فوالا انا هنايا التمر تاعي راح نعجنه هكاك بالعلف تاعو، نديرلو شويه زيت ونبدا نعجن فيه، ويبدا هذاك العلف تاعو يتنحى فاسيلمون. فوالا هذاك العلف اللي يعاونني باش التمر تاعي تعجن تري بيان. فوالا هايليك انا نعجن وهو يتنحى. فوالا هنايا انا نروح دركا ندير لاباط تاعنا، اللي هي عندنا 3 كيلات تاع سميد يكون متوسط، عندنا باكي تاع خميره، ملح وماء، وهنايا عندي 250 غرام تاع لا مارغارين، اي مارغارين حبيتي. الا حبيتي ديريه بالسمن يجي ثاني مليح، الا حبيتي دير تخلطي السمن وزيت كيف كيف. وهنايا انا ندير لا مارغارين ونخلط لها شويه تاع الزيت. فوالا هنا نبدا ندوب لا مارغارين تاعنا. هاي لا مارغارين تاعنا بعد ما دوبناها انا راح نكملها بالزيت حتى توصل كيله كيما الكيلات اللي درتهم. هايلك فوالا دوك ناخذ السميد تاعنا اللي قلنا يكون متوسط خير، ندير ملح بيان سور، ندير واحد المغرف كبيره تاع السكر باش يجي محمر. يعني هنا عندي لو باكي تاع لا لوفور، نخلط هاد المواد الجافه مليح. فوالا دوكا نبدا نزيد في لا مارغارين تاعنا. هنا نبدا نبسس في لاسومول تاعي، فوالا نخدمها كيما المقروط. فوالا هكذا باش تدخل لها كامل الحبات، يدخل لهم السمن هذاك البليتو لا ماكارين هذيك. ولا حبيتي ديري هذه العمليه قبل بوقت هكا، قولي ساعه ساعتين قبل ومن بعد تبداي ديري له الماء. انا درتو ديريكت. فوالا دوك نبدا نزيد في الماء، ما نعجنش هكا، نبدا نزيد في الماء، لازم تجي العجينه هذيك طريه. ما تجيش هذيك العجينه كيما تاع الكسره، فوالا تجي يعني طريه بزاف. فوالا نزيد في الماء حتى نوصل للقوام اللي يساعدني باش نخدم بها.
هاي لك العجينة كيفاش تكون طرية. فوالا هنايا يعني نلم العجينة تاعي ونروح نوجد هذاك التمر. انا هنا التمر تاعي كنت عجنته بالزيت برك، دركا نزيد له شويه تاع الماء زهر. انا فرقت العجينه تاعي على زوج، حطيت هذاك لو بلاستيك على لو ماربر يساعدني باش نخدم تري بيان. فوالا فوالا هنايا يعني ندير درت دو غاليت هكا كيكونوا نفس الحجم يعني حتى تمر هذاك كيف كيف. نزيد نغطي وحده فوق وحده. فوالا هنا راح نغطي هذوك كاع لي بوردور اللي يبان فيهم التمر هايلك بلا بات. فوالا باش ما يبان ليش هذاك التمر. ولا حبيتي ديري الفوقانيه اكثر يعني كبر من تحتانية باش يتغطى كيف كيف ثاني. فوالا نغطيه بالنيلون هذا كيساعدني في الخدمه. ونبدا نمسل فيه كما راكي تشوفي. انا هنا درت رقيق بزاف، بصح لا حبيتي ديريه انت يا خشين كما حبيتي. انا درت رقيق بزاف بزاف. فوالا هنايا يعني نبدا نقطع فيه. انا درتو على شكل يعني مقروطات. فوالا لا حبيتي ديري دي كاغي ولا هكا كيما درتو انا. هذا كل واحد والذوق تاعو يعني كيفاش. نبدا نقطعهم اذا ونحط ديريكتومون في الطاجين تاعي على نار تكون متوسطه. هايلك اذا كي حطيتو في الطاجين. فوالا نبقى نقلب فيه حتى يطيب لنا كامل من الداخل. ديجا انا درتو رقيق يعني تدخل له الطياب فاسيلمون.
هاي لك اذا البريجه تاعنا نكمل هذيك اللي قالت هذوك لي دوزيام نكمل فيهم. بالنسبه للتمر يعني تقدري ديري اي تمر عندك، ماشي شرط يكون هذا. هنا نزين بهم بركة كشوية بالموس باش يجي يعني شكل تاعو شباب. هاي لك اذا البراج تاعنا بعد ما كملت وطيبته كامل، والله غير يجي هايل وبنين مليح اللي ما يحبش بزاف حجم سكرة. فوالا نتمنى تكون يعني الوصفه تاع اليوم عجباتك، ولا عجبتك بيان سور ديري جيم لا فيديو، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.